تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، افتتحت أعمال الندوة الحوارية أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية. نعم، وأقيمت الندوة في مركز عيسى الثقافي بتنظيم من المجلس وجامعة البحرين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بتنظيم مشترك بين مجلس الشورى وجامعة البحرين، انطلقت أعمال الندوة الحوارية أضواء على التشريعات البحرينية ودورها في التنمية الاقتصادية. هذا اللقاء اللي يجمع السلطة التشريعية مع السلطة أو مع الجهة الأكاديمية لمحاولة إيجاد نوع من التكامل وتبادل الخبرات في كل ما من شأن الارتقاء بأداء السلطة التشريعية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة البحرين وأيضا الجامعات الوطنية الأخرى، بحيث نستفيد من خبرتهم الأكاديمية في تطوير التشريعات التي تنعكس على تطوير الاقتصاد البحريني. التعاون بين جميع المؤسسات سواء كانت أكاديمية أو تشريعية مثل تعاون اليوم، وأنا صراحة يعني أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الشورى على إتاحة هذه الفرصة وهذا التعاون اللي أنا متأكدة بأنه سيثمر ثمار ترجع لمملكة البحرين سواء كان في التشريعية أو في التطوير. ووجود طلبتنا اليوم في هذه المنتدى، هم موجودين طبعا عن بعد، بعد فيه إضافة لهم لأنهم يشوفون الجهات وتعاونها في المملكة، كذلك يشوفون المداخلات اللي بتصير خلال هذه المنتدى، كله يضاف للطلبة ولمعرفتهم. الندوة تضمنت ثلاث ورش عمل قدمها عدد من الأكاديميين بكلية الحقوق وقسم القانون الخاص بجامعة البحرين، ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بقانون العمل في ضوء خطة التعافي الاقتصادية والتنمية الاقتصادية. اليوم احنا عندنا في نوع من الحوار اللي هو يعكس ما هي التشريعات اللي لها دور في التنمية الاقتصادية، وخاصة احنا اليوم نمر في فترة اللي احنا في التعافي الاقتصادي. هذه الفترة جدا جدا مهمة، بحيث انه بيكون من ضمن هذه الفترة الحاجة الى تطوير التشريعات، خاصة عندما نأتي احنا اليوم ونشوف ان عندنا في حاجة الى إعادة النظر في طريقة استقطاب الاستثمارات، في الاستثمارات حاجة البلد، فرص العمل وخلقها إلى المواطن. وخلصت الندوة الحوارية إلى حزمة من التوصيات، منها ضرورة التدخل التشريعي لتبني مفهوم جديد لمكان العمل وهو العمل عن بعد، وتنظيم أحكامه بما يستلزمه ذلك من التوسع في مفهوم التبعية القانونية ليشمل العامل الذي يعمل من خارج مقر العمل، بالإضافة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لإنهاء عقد العمل، وعلى وجه الخصوص المادة 99 من قانون العمل وغيرها من التوصيات.